بها تهرب الأجوبة. هو أصغر مني عطل البردوني، يقول أنه ولد عندما جاءت الطائرات إلى ذمر، وكان عمري يومها 9 سنوات. أنا أكبر من عظم في تسع سنوات. أتذكر من الطفولة تلك الأودية وتلك الخضرة وأصوات الرعاة والرواعي، كما أتذكر طبعا حياة الإنسان وهو يكدح فوق الأرض وتحت البرد والحر. فحياتي الطفولية، لكني أريد أن أقول إني فقدت البصر، لأني عندما بلغت 5 أو 6 أصبت بمرض الجدري الذي أصاب كثير من لداتي ومن أترابي، لكن أكثرهم يعني خرجوا منه بسلام، وبعضهم خرجوا وهو تارك علامات على وجوههم، أما أنا فترك أبقى علامة لأنه أطفأ عيني وأنا في 5 أو 6، حتى أني لا أتذكر المشاهد والمناظر إلا كما يتذكر الحالم رؤيا غامضة أو رؤيا كابوسية في الليل. وكانت أحب من الألوان الأخضر والأحمر لأنها الوحيدة التي كانت تلفت نظري إليها، كما أنها كانت تلوح لها أشعة بعد ما عميت، فإذا كان هناك شمس فيمكن أن أميز إذا انعكست الشمس على ذرة بيضاء أو بقرة بيضاء، أرى جلد البقرة البيضاء لمح خفيف تحت الشمس. ثم مرضت مرض آخر ففقدت هذا الشعاع الذي كان يسموه في القرية شقر. مفهوم أنه أخواله من على رأي المثل فطاحلة الشعراء الشعبيين في القرية، وأبوه كذلك كان يجيد الشعر الشعبي، ولكن هذا كله ما ينفع، هو واصل التعليم، اجتهد وزاده اجتهادا عجزه، يعني ليس له، لا يستطيع أن يعمل شيء غير أن يقرأ ويستفيد من القراءة، فاجتهد في القراءة وقرأ. كنت أنا في 5 و6 التي دخلتهما لأني قد كنت بدأت القراءة، فكنت أخذ رغيفين من كل أستاذ وأعلم لي مجموعة من التلاميذ، وأحيانا أخذ أكثر من 3 رغفة و4 رغفة على مقدار ما أعلم له من الأولاد الذي يمكن أن يحصل من آبائهم بعض الهدايا أو بعض المساعدة النقدية. فعلى هذا كنت أعيش في مكتب دمار من حين دخلته إلى أن تخرجت إلى المدرسة الشمسية، وهي عبارة عن مسجد واسع يسمى المدرسة الشمسية. البردون أيضا تعرض لحياة تعيسة في دمار، يعني إلى جانب أنه يعيش على القرص الذي يعني يأخذه كصدقة من بعض البيوت، أيضا الناحية المادية يعني كانت في هذه الأيام شائعة جدا، وربما أيضا من كما يتعرض أي أديب وأي شاعر وأي مفكر وأي نابغة في مقتبل أو في باكرة أيامه، تعرض لبعض التعذيب والسجن في دمار. بعد ما سجنت 8 شهور خرجت من السجن إلى المستشفى، وكان الإخوان في المستشفى متعاون معي ويطولوا مدة مرضي خوفا لا أطلب من الحبس. ومن العجيب أني خرجت من المستشفى وجلست مع الإخوان في بيت في القاع، ثم دخلت دار العلوم وظليت إلى اليوم ما جاء إطلاقي. وكما يقول لي زميله الأخ الأستاذ محمد عبد الله الجباري، أنه كانت يعني دمار بالنسبة للأستاذ البردوني هي البيكاء وهي الأساس، لأنه استضاعوا، لأنه كان يقرأوا له باعتبار أعمى هم بيقرأوا له، فتغيبوا غيب 400 قصيدة. وجدت في مدينة دمار راحة عجيبة لاختلاف المدينة عن القرية، فليس فيها الصخور النابتة
التي كانت تدمي أقدام يعني كانت تدمي قدمي باستمرار، وليس فيها ازدحام الحيوانات من أبقار وأغنام إلا في سوق الربوع أو سوق الأربعة، لأنه كان يوم مجلبة الأغنام والأبقار والأثوار وبيع أهم الأشياء في يوم الأربعة، لأنه كان يسمى سوق الأربعة. ثم انتقل إلى صنعاء واتصل بالمدرسة العلمية وأجتهد أكثر حتى نبغ. التحقت بدار العلوم بصنعاء، وكانت دار العلوم تشبه من أكثر نواحيها المدرسة الشمسية بذمار، كلها تدرس اللغة من نحو وصرف وبلاغة والفقه وأصوله والقرآن وتفسيره، إلا أن في المدرسة الشمسية نظام، إلا في المدرسة العلمية، المدرسة العلمية ودار العلوم كان فيها نظام وإدارة وتفتيش رقابة، وكان هناك تعليم منتظم. أما المدرسة الشمسية فكان الإنسان باختياره، الأستاذ الذي يقدر يلقي دروسا من حقه أن يحضر، وإذا تغيب فليس عليه مسؤولية لأنه يعلم مجان أو يدرس مجان. بالنسبة إلى الكتاب فكل الكتب كانت أعارة، بالنسبة إلي لم أحتاج كتب، وإنما كنت أحتاج إلى القارئ، وكان عندنا شيوخ وكان لي زملاء، الزملاء الذين أقرأ معهم الكتب التعليمية هم نفس الزملاء الذي أقرأ معهم الكتب الثقافية، وكان أغلب الزملاء يملكون كتبا، كان أصدقائي من أولاد الوريث ومن آل الديلمي ومن آل المغربي كان لهم مكتبات، وكنت معهم أقرأ الكتب الدراسية وأجعل من ذهني المرجع الوحيد وذاكرتي طبعا الكتاب الوحيد، كما إن الكتب التي كنت أقرأها معهم في جلسة القات أو في جلسات الضحى أو في أيام العطل، هذه الكتب كنت دائما مستمع، لا أشتري كتابا ولا أستعير كتابا في السنوات الأولى من الدراسة، أو بالأحرى من مطلع الأربعينات إلى مطلع الخمسينات. أما عندما دخلت دار العلوم فكان هناك مكتبة في دار العلوم فيها كل الكتب. تأسست ثقافة البردوني بشكل خاص في فترة الخمسينيات على تجاوب هائل جدا مع ما أنتجه العقاد وطه حسين ومصطفى صادق الرافعي والمنفلوطي وزكي مبارك وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وأحمد أمين وغيرهم من الكتاب الكبار، وانعكس ذلك على ثقافة البردوني، وظل يستلهم التقاءه بتلك الكتابات وحواره معها، لأن البردوني كان مثقفا واعيا يعيد إنتاج ما قرأه وما فهمه بصورة أكثر عمقا وأكثر فهما وأكثر وعيا. كانت تسمى هذه شعبة العقد لأنها قائمة على العقد المرئي كما ترى، وكانت هذه أول شعبة دخلت إليها من بعد ما تخرجت من المدرسة الشمسية بمدينة ذمار، ومنها واصلت الدراسة إلى أن وصلت الغاية، ثم رجعت مدرسة فيها وفي الشعب التي تليها إلى السابعة. كانت المتخرج يأخذ شهادة ليسانس في اللغة العربية وفي الشريعة، لأنه كان درس فيها النحو بفروعه من صرف وعلوم بلاغة وطبعا فقه وأصول فقه وقرآن وتفسير القرآن، والغاية هي في أصول الفقه كانت هي الغاية التي يتخرج منها الطالب إلى عمل حكومي مرموق. استمرت في التدريس من عام 54 إلى أن فتحت الإذاعة عام آخر عام 55، فالتحقت بها وكتبت برامج ثقافية ما يزال بعضها مسجل إلى الآن، مثل برنامج الشخصيات الأدبية ومثل برنامج أعلام العرب. وبالنسبة لي عرفت عليه في عام 57، وكانت بداية معرفة طالت إلى أن توفاه الله، وربطتنا صداقة حميمة ومودة لا حدود لها. كان الإبداع هو الجامع والقاسم المشترك.
في عام تقريبا 57 كان هنا السفير المصري أطلع إعلان في الصحف اليمنية إن في مصر مشروع ألف كتاب، وأن مشروع ألف كتاب مستعد يتبنى كل كتاب في أي وطن في أي قطر من الأقطار العربية. فكانت معي مجموعة شعرية عام 57، فجمعت مجموعة شعرية وعنونتها من أرض بلقيس، وتكونت من 58 قصيدة. وأفاجأ في عام 60 أن هذه المجموعة تطلع وتكتب لها مقدمة طويلة إنها حظيت برضاء اللجنة الشعرية، وكان على رأس اللجنة الشعرية عباس محمود العقاد ويليه عبد القادر القط. نلاحظ مثلا أن الثقافة في الخمسينات كانت تتكون وتتركز على تاريخ اليمن القديم، التاريخ السبئي، الحميري، السلاطيني، الإمامي، الملوكي. في قصيدة كان ألقاها أيام ما كان الإمام الحاكم في اليمن، وكان في أيام سطوته يعني وأيام قوته، ومع ذلك ألقى القصيدة أمام الجمهور كامل يعني في يوم عيد جلوسه. فكانت القصيدة يعني في منتهى القوة، وحتى أن مرافقين الإمام طلبوا أنه سجن البردوني لأنه تجرأ على الإمام أن يلقي هذه القصيدة أمام الجميع. وكان الإمام أحمد عاد من روما إيطاليا بعد الاستشفاء، وهو غضبان على أساس أن حدثت هنا قلاقل وتبردات وشبه حصيان، وكان عنوانها استفتاء إلى غير مالك. تناولت الأحداث التي غامر فيها الإمام أحمد وارتكب فيها كثير من المشاريع وضد الأبرياء وتيتيم أطفال وهكذا. كانت القصيدة تشرح كثير من الأعمال الذي عملها الإمام والخطاب له، وكنت أشير إلى أنك ما كنت تريد هذا وما كان أغناك عن هذا وكيف يحرقك الندم عن هذا، وبين خطاب من الداخل. هذه القصيدة بعثت إلى الإمام أحمد بعنوان استفتاء إلى غير مالك، واستعرت العنوان الذي يكتبها المخبرون إلى يدهم الشريفة حفظهم الله، فوصل إليه بسرعة. عندما وصلت للإمام تلقها ولم يزدني أي إعجاب، بل أنا كنت في سجن لسبب آخر، سبب ثم سياسية أخرى، مش بسبب قصيدة. حتى أن الزبيري عندما أشرت إليها عيد الجلوس أندهش إن مثل هذا الشعر ينشد في ساحة في اليمن وينشر في جريدة رسمية في تعز الذي هي عيد الجلوس. الشعب أقوى من مدافع ظالم وأشد من باس الحديد وأجلده. كانت هذه القصيدة كما أشرت أوسع القصائد انتشارا وأكثرها تأثيرا، إلى حد أن جريدة النصر التي نشرت هذه القصيدة وصل ثمنها إلى ريال، وكان الريال كثير في ذلك طبعا. كذلك المهاجرون اليمنيون نقلوها وطبعوها عدة طبعات. أما القصيدة الثانية فهي بعنوان تحدي، هددونا بالقيد أو بالسلاح واهدروا بالزئير أو بالنواحي. القصيدة الثالثة يمكن كان اسمها عتاب وعيد، لماذا لي الجوع والقصف لك يناشدني الجوع أن أسألك، لماذا لي الجوع والقصف لك يناشدني الجوع أن أسألك، وأغرس حقلي فتجنيه أنت وتسكر من عرقي من جلك، لماذا وفي قبضتيك الكنوز تمد إلى لقمتي أنملك، وتقتات جوعي وتدعى النزيه، وهل أصبح اللص يوما ملك، لماذا تدوس على شقوتي، لماذا تسود على شقوتي، أجب عن سؤالي وإن أخجلك، وإن لم تجب فسكوت الجواب ضجيج يردد ما أنذلك، لماذا تدوس حشايا الجريح وفيه الحنان الذي دللك، ودمعي سقاك الرحيق، أتذكر يا نذل كم أثملك، فما كان أجهلني بالمصير وأنت لك الويل ما أجهلك، فما كان أجهلني بالمصير وأنت لك الويل ما أجهلك، غدا سوف تعرفني من أنا ويسلبك النبل من نبلك، ففي أضلعي في فمي غضبة إذا عصفت أطفأت مشعلك، غدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك، ويرتد آخرك المستكين بآثامه يزدري أولك، ويستفسر الإثم أين الأثيم وأين انتهى
أي درب سلك غدا لا تقول تبت لا تعتذر تحسر وكف هنا مأملك ولا لا تقول أين مني غدا فلا لن تسمر يداك الفلك غدا لن أصفق لركب الظلام سأهتف يا فجر ما أجملك سبقنا الربيع يبشر بالموسم الطيب تدرين أننا سبقنا الربيع يبشر بالموسم الطيب أتدرين أننا سبقنا الربيع يبشر بالموسم الطيب تدرين أننا سبقنا الربيع يبشر بالموسم الطيب وماذا سؤال على حاجبيك تزنفق في همسك المذهب لم أرى في هذا الإنسان عبر ما عرفته أنه يتناول إنسانا آخر ببداءة لكني كنت ألمح وهو عندما يتكلم ويبتسم بل يضحك وأنت تضحك من ضحكه كان في داخله يعني بركان من الأوضاع التي كانت تتردى فيها اليمن وكان دائما ذلك الإنسان الواقف أمام التحديات سواء قبل الثورة أو في جميع مراحل الثورة وإلى يومنا هذا لكنه كان فعلا عملاقا على امتداد الساحة العربية وأنا أعرف أنني سمعت الكثير في لبنان وفي سوريا وفي مصر يشيدون كل الإشادة وفي العراق أيضا في البربد الذي له صولات وجولات كانوا جميعا يشيدون بهذا الإنسان في الخليج العربي كل واحد كان يتمنى أن يرى البردوني وأنا أتذكر عندما أنبش في ذاكرتي منذ 50 سنة كنت أتذكر اليوم وإلى وفاته أننا كنا نجري وراء هذا الإنسان نشعر بسعادة ونحن نقف أمامه نستمع إليه وإلى حديثه بعد قيام الثورة انقطعت للإذاعة واشتغلت بأعمالي الخاصة لأن الوظيفة أو المحاماة قبل الوظيفة أو كل الأشغال ما صرفتني عن أني أفكر تفكيرا شعريا وأخلو القصيدة وألاحق الأخيلة الشعرية والصور البيانية فكان هذا هو العمل الذي لا يصرفني عنه شيء أما الوظيفة فكانت تسد الحاجة حتى عندما تحولت إلى كاتب ومؤلف كتب وأطبع كتب كانت هذه المقالات من المقالات التي أنشرها أسبوعيا في 26 سبتمبر و 13 يونيو جريدة التي كان اسمها التي صار اسمها 26 سبتمبر أو في الثورة أو في اليمن الجديد أو في الحكمة أو في الكلمة فكل هذه الكتب تأتي تتجمع من مقالات أنشرها أفرادا ثم أجد اليوم تنسيقه وصورة بعضه ببعض فأنوي كتاب وأجعله فصول وأحضر الذي لا يمكن أن يتسق
وأجعله كتاب مقالات، لا أضع له أبواب ولا فصول ولا، وإنما عناوين فقط. برنامجه الإذاعي الذي كان يكتبه للإذاعة، وهو برنامج ظل يكتبه قرابة 30 عام أو أكثر من 30 عام، وهو بعنوان مجلة الفكر والأدب، كان لا يختار في نهاية هذا البرنامج، لأن كما عود مستمعي أن يختار قصيدة شعرية في نهاية كل حلقة من حلقات ذلك البرنامج، كان يتعمد أن يختار من غرر الشعر الحديث. كان يبكي وليس يدري لماذا، ويغني ولا يحس التذاذا، وينادي يا ذاك يصغي لهذا، وهو ذاك الذي ينادي وهذا، لا يعي من دعا ولا من يلبي، كان في صوته يلاقي ملاذا، من سراديبه إلى البوح يرقى، يمتطي صوته ويهمي رذاذا، ينتمي يدخل الشجيرات نسقا، وإلى قلبه يلم الجذاذا، يقرأ الأرض من لغات المراعي، وإلى حزنها يطيل النفاذا، وعن المنحنى عن السفح يحكي وسوسات، منها الجنون استعاذا، وإلى أقرب القرارات يرنو، ويناغي كالطفل دادا حباذا، أي سر عن المغارات يروي، قيل يهذي وقيل عنه تهاذا، قيل أضحى شيخ المجانين طرا، قيل دانا بدء الصبا، قيل حاذا، قيل لم يتخذ لشيء قرارا، قيل يبدو تجاوز الاتخاذ، كان يدعو الربا عادا لميسا، ويسمي الحقول زيدا معاذا، ويسمي الغبار أطفال بؤس، زادهم عاصف المتى انشحاذا، كان يربى انتباذه ويغني للمنابذ، وهو أقسى انتباذا. عند قصيدة أبو تمام وربة اليوم التي يعني جعلت له شهرة في العالم العربي، وأنا أعتقد أن هذه هي بداية شهرة البردوني في العالم العربي، قصيدة في العراق الشقيق حوالي 71 وبعد النكسة أو هزيمة حزيران يعني في العدوان الإسرائيلي، وبدايتها يقول فيها: ما أصدق سيف إلا ما هي الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب. ماذا أحدث عن صنعاي مليحة عاشقاها سوى الضرب، ما تتبسط الله لمن ولم يمت حشا والطرب، ما تت بصندوق والضاح بلا ثمن، ولم في حشاها العشق والطرب، لكنها رغم بخل الغيث ما فرحت حبلا، وفي بطنها قحطان أو كرب، وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن ثان، كحلم الصبا ينأى ويقترب. أنا الوحيد الذي أرافقه في مثل هذه المؤتمرات. أتذكر مهرجان أبو تمام في عام 70، يعني كان الأستاذ عبد الله لأول مرة يعني نحضر مثل هذا المهرجان الكبير، فعندما قام يلقي قصيدته كان يظن أن هذا لا يقول شيئا أو قد يقول شيئا تقليديا، ولكن عندما قرأ قصيدته بدأ التصفيق من البيت الثاني، واستمر التصفيق بشكل منقطع النظير، وأخذ الجائزة الأولى الأستاذ عبد الله،
مع وجود نزار قباني وجود شعراء كبار أيضا. فهذا المهرجان هو الذي سلط الأضواء على من هو البردوني وما هي اليمن التي كانت شبه مجهولة إلا عند بعض المثقفين. البردوني أيضا انطلق إلى العالم العربي من خلال المهرجانات الشعرية التي كان لا يتخلف عنها إطلاقا، سواء في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة أو في الأردن أيضا. فعندما دخلت مهرجان أبي تمام كانت لي خلفية من الدواوين الشعرية، كانت الجهة التي دعتني على علم بها، وما كانت تدعو في ذلك الحين مغمورا أو مجهولا أو شاعر يعني غير مرضي. كان لأن الحقيقة أن مهرجانات العراق من بداية السبعينات إلى آخرها كان يسودها الاختيار. سافرت معه إلى بغداد عدة مرات في مهرجان المربد، وسافرت أيضا معه الكويت والأردن وروسيا والولايات المتحدة. الأستاذ الشاعر البردوني. مصطفى فليقصفوا لست مقصف، وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري إن المخيفين أخوف، أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلف، أبدأ ولكن أخفى، أخزى ولكن أصلف، يخشون إن كان موت وأنت يخشون إن كان موت وأنت للموت أألف، وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشقر، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف، لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف، لذا تلاقي جيوشا من الخوائل مزخرف، يجزئون المجزأ، يصنفون المصنف، يكففون. فعندما سافرت في عام 71 كانت الظواهر التغييرية ثقافيا واجتماعيا بدأت هذه تظهر في بلادنا. فعندما خرجت من صنعاء عام 71 لم يعد هناك ظواهر ليس لها وجود عندنا، قد تكون في بغداد أكثر، قد تكون أقدم عهدا، قد تكون مثلا في مصر أقدم تاريخا، قد تكون أوسع تطورا، لكن كل هذه الظواهر لم تعد قريبة علي. هذا من ناحية العام. أما من ناحية ثقافية فمثلا ما سافرت إلا وأنا أعرف طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وقد سمعت أم كلثوم وعبد الوهاب وقرأت مسرحيات الحكيم. كذلك عندما سافرت بغداد كنت قد عرفت نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وبلندر حيدري وعبد الوهاب البياتي وسعد يوسف. فيمكن إن الذين سافروا قبل أن تظهر هذا قبل أن تسافر إلى هذه الظواهر سيكون أكثر متعة بالدهشة وبالحيرة وبالتمني أن يحدث عندنا ما حدث عند الآخرين. بردوني حال ما يتفرغ مثلا للكتابة اللي هي الكتابة النثرية، طبعا هنا يضطر إلى أنه يعني يجلس مع الشخص الذي يكتب معه فقط، لكن في جلساتها الأخرى يستقبل زواره في مختلف الأوقات، الصباح وبعد الظهر والمساء، وأحيانا يحب إذا كان عنده مشروع قصيدة طبعا يحب أن يختلي بنفسه لكي يستجمع أفكاره. وأذكر من ملامح الأستاذ البردوني، وربما أظلمه في هذا التصور،
انه كانت يعني الطقوس والكيفية التي كان يظهر فيها الأستاذ البردوني، فيقعد باعتباره طبعا رجل ضرير يفكر، فنحس من خلال ملامح ومن خلال الحالة والكيفية التي بنشوفها فيها أنه دخل في مشروع، فنحاول إما أن نصمت وكأن على رؤوسنا طير أو أن نغادره بدون استعداء. أنا أتعامل مع القصيدة من بداية أعمالي الشعرية على أني أتعامل مع القصيدة كما تتعامل أنت مع الورقة، أكتب أقول البيت واحتفظ به، ثم أرتب عليها الذي يليه، ثم أرتب على البيت الثاني الثالث، وهكذا إلى أن تتواصل القصيدة. عندنا أريد أن أنقح وأضع عبارة مكان عبارة أو لفظة مكان لفظة أو أقدم بيت وآخر بيت، أعمل مع ذاكرتي ما تعمل مع الورق، لأن الشعر هو أحيانا يجيء إلى الشاعر وأحيانا يجيء الشعر إلى الشعر. فإذا كان المسألة أنه أجيء إلى الشعر، فأنا أحب آخر الليل أو أول الليل، آخر الليل إذا نمت مبكرا أو أول الليل إذا تأخر النوم، فهذه الأوقات المفضلة عندما تجي أنت إلى الشعر. أما عندما يجي الشعر إليه فلا يختار وقته وإنما يهجم، وعلى الشاعر أن يستغل هذا الهجوم، لأنه أفلت لا يجد أفضل من تلك الفرص. تكمن أهمية البردوني في اعتقادي في النقطة الأساسية هو في ذلك القدرة على قلب بنية الرؤية داخل قصيدة أو فلسفتها بمعنى معاني، بمعنى البردوني كان أيضا نقال إلى منطقة فلسفية بعيدة في رؤية الشعرية داخل القصيدة والشكل القصيدة العمودية، فلا يوجد تقابلات عمودية، فالحياة هي الموت، الصداقة هي العداوة، هذا الحد الفاصل بين الثنائيات البردوني لم يكن يعبه به، فإنما فاستطاع أن يوظفه ويعيد إنتاجه بشكل شعري جديد ومغاير. فالحياة ليست عتبة الحياة المستمرة لكنها عتبة الموت. الصداقة في مثلا عندما يقول الصداقات كالعداوات تؤذي، فسواء من تصطفي أو تعادي، البردوني كان عنده نفاذ عميق إلى ما خلف السطح، إلى ما خلف قشرة اللغة الخارجية، استطاع أن ينقل رؤية معاصرة حداثية داخل نمط الشكل الشعر التقليدي، رؤية استطاعت أن تحمل معها عمق رائي فيلسوف مفكر. البردوني أيضا استطاع أن يقترب من هذه المسافة الفلسفية في إطار علاقة الشاعر بالقصيدة بالوطن. أيضا في قصيدته مثلا عندما يقول لإني رضيع بيان وصرف، أجوع لحرف وأهف لحرف، عندي لعينيك يا موطني سوى الحرف يعطي سوى الحرف أعطيه سكبا وغرف، أتسألني كيف أعطيك شعرا أفصل للياء وجها بهيجا وللميم جيدا وللنون طرف، أصوغ قوامك من كل حسن وأكسوك ضوءا وعطرا وعرف. هذه العلاقة استطاع البردوني أن يخلقها، يعني يعيد إنتاج رؤية جديدة لعلاقة الشاعر بالوطن، بالشاعر بالحياة بالكون. ولاحظنا أن كتب السبعينات ومؤلفات السبعينات اختلفت عن مؤلفات الستينات والخمسينات، من أمثال اليمن الحضارة والإنسان الذي ألفها المرحوم عبد الله الشماعي، ومن أمثال الحركة الصليحية والفاطمية في اليمن الذي ألفه محمد أبو حسن الهمداني وأعيد طبعه في السبعينات. كذلك نشأت المجلات الثقافية التي تعنى بالبحوث الثقافية اليمنية، مثل الكلمة في الحديدة واليمن الجد في صنعاء والحكمة في عدن. من هذه الصور القريبة العهد يمكن أن نلاحظ أن الثمانينات استجدت فيها ثقافة البحث عن التركيب الحضاري لليمن. ممكن أن الثقافة الشعبية سوف تكون موضع اهتمام عام 87 و88. لعل ما خلقه البردوني في جانب دراساته الشعبية من خلال كتابيه فنون الأدب الشعبي في اليمن والثقافة الشعبية تجارب وأقاويل ودراسات ومقالات أخرى بثتها إذاعة صنعاء ونشرت ولم تجمع في كتب، إضافة إلى ما استوحاه في كتبه بدءا من كتابه مدينة الغد، مرورا بالسفر إلى الأيام الخضر لعين أم بلقيس ووجود خانية في مرايا الليل وزمان بلا نوعية، إلى آخر كتبه التي أو إلى كتابه الذي يمثل ذروة
هذه الاستفادة من التراث الشعبي وهو رجعة الحكيم ابن زايد، يؤكد أن البردوني كان يقرأ الثقافة الشعبية في تجلياتها، في حلاوتها المعجونة بعرق الفلاحين وتعب المكدودين ومرارة الممرورين من الحياة بتعبها بجوائحها الكبرى التي شهد البردوني نفسه جائحة من جوائحها أودت ببصره إبان طفولته. هذا جعل البردوني ينظر إلى فلسفة هذه الثقافة الشعبية وأنها لا تقل في دورها وفي زخمها وفي قدرتها على تحليل الحياة عن الفلسفات الكبرى التي تمثلها كتابات كبار المنتجين في عالم الفلسفة. بعد خروج الأتراك انتعش الشعر التقليدي والشعر الموروث في الشطر الشمالي أكثر، ولكن قامت عدن بدور مهم إن هو تسجيل الأغاني من الشطرين، وكانت الأشعار الغنائية التي كانت تسجل في ذلك الحين من أفضل التراث الشعبي، من أشعار شرف الدين وأشعار الأنسي وأشعار الخفنجي وأشعار اليافعي. فكنا نلاحظ أن عدن من آخر العشرينات قامت بتسجيل الأغاني لعلي أبي بكر، لفاضل اللحجي، لأحمد عبيد كعطبي، بالماس، بدون استثناء أن يكون المغني من الشطر الشمالي أو من الشطر الجنوبي. فيمكن أن نقول أن عدن احتفظت بفن الأغنية وبتسجيل الأغنية بمقدار ما مد الشطر الشمالي كثير من التراث الشعري. كان هذا التراث الشعري طبعا مشترك، إنما كان يمكن أننا نعتقد أن الناحية التراثية كانت في الشطر الشمالي أكثر إلى منتصف الثلاثينات، وكان في الشطر الجنوبي طبعا مثل عبد الحميد العابدي، لكن كان طبعا أكثر تراثية بالنسبة إلى الفترة. لكن كان في الشطر الجنوبي كما قلت التسجيلات الغنائية والأفلام السينمائية، وكان هناك في الشطر الجنوبي تحديثا أكثر من ما في الشطر الشمالي. ولهذا حاول الشطر الشمالي أن ينزع إلى الحداثة، ولكنه بدأ أن تكون الحداثة في السياسة ثم تكون الحداثة في الثقافة. لهذا كانت محاولة التغيير السياسية مثل انقلاب 48 ومحاولة 55 ثم ثورة 26 سبتمبر، يبدو هناك أن المرحلة أصبحت ثقافة سياسية، ولم يعد هناك اهتمام بالحداثة التجارية الذي كان يقدقها الإنجليز على عدن وحدها. وأقول عدن وحدها لأن التحديث ظل مقصورا على عدن، أما سائر المناطق فما كان هناك فرق بين خولان ويافع وبين ضالع وحاشد، فما كان هناك امتداد تحديثي في مناطق الشطر الجنوبي، وإنما عدن باعتبارها كانت عاصمة الاستعمار وباعتبارها ميدان تحركه، لهذا كان التحديث فيها أكثر. وكان التحديث طبعا الشعري في الشطر الشمالي من ناحية شعرية أكثر، وبالأخص عند عبد الله العزب وعند محمد محمود الزبيري وعند عبد الكريم مطهر وعند عبد الكريم الأمير. لكن من منتصف الأربعينات كان هناك إرهاص أحداث شباط 48، فأخذت الحداثة الشعرية طبعا الصحف العدنية وبالأخص الفكر وفتاة الجزيرة، وظهر صوت محمد سعيد جرادة ولطفي جعفر أمان ومحمد عبد الغانم كظاهرة جديدة في الثقافة الشعرية. لكن كانت هذه الثقافة الشعرية مترابطة ومتناسقة مع الحداثة التي بدأها الزبيري والعزب وعبد الكريم طهر وعبد الكريم الأمير. ويقول هؤلاء لأن زيد الموشكي كان قليل الحداثة في مفرداته وفي تعابيره، ولكنه كان أحمس الكل بالقياس إلى الحماسة الثورية. فلا بد أن هناك مشاركة، إنما إذا نظرنا شعراء حضرموت فيمكن أننا نجد مقارنة، يمكن أن نجد مقارنة بين عبد الرحمن بن عبيد السقاف وشعراء من الشمال مثل حمود الدولة أو مثل الدين في صعدة. فكان هناك في تشابه بين صعدة وبين حضرموت، لكن كان هناك تشابه دائما وإن كان ليس من كل الوجوه بين صنعاء وعدن. فيبدو لي إنها ما خلت مرحلة من وحدة ثقافية ومن تشابه. يا مرحبا
لكن كل قصائدي كانت وحدوية وكانت تنطلق من شعور وحدوي. مثلا نلاحظ في مناظر الأماكن أو في تحاور الأماكن فهناك حوار بين النجوم وصنعاء وبين النجوم وشمسان وبين صنعاء وعدن وبين الشاطئ وفجر خولان. فهذه قصائدي كلها مليئة بهذا الإيحاءات المكانية المنبثة على أرض اليمن بشطريه يوم كان شطريه، وهذه هي الخصوصية الوحيدة هي الإيحاء المكاني. في قصيدة لقيتها بعد الثورة أنه سيلتقي نجوم وترتمي نحو صنعاء أختها عدني عدنوا، فكان الناس يتساءلون أنك تنبأت بالوحدة من عام 62 وأن هذه القصيدة مثلا شمسان سوف يلاقي صنوفه نجوما وترتمي نحو صنعاء أختها عدنوا. فحتى قالوا لماذا قلت ترتمي؟ قلت أرتب الارتماء ليس السقوط أو التهاوت وإنما قوة الاندفاع كارتماء السيل كارتماء الدفعة من الضياء، يعني السرعة والشوق والتعطش إلى الوصول. ففعلا القصائد التي كانت تمثل الحنين قبل الوحدة كانت تنطلق من هذه الخصوصيات، وربما كان الهاجس سياسي إلى جانب أنه روحي إلى جانب أنه فراقي. فانقسام أي بلد إلى شقين يظل كل شق يحن إلى شق الآخر، ويظل كل مكان يحن إلى الاقتراب من أخيه الذي ابتعد عنه مرغما. فإذا تحققت الوحدة فالوحدة السياسية فعلا هي مطلب وهي رمز، لكن الوحدة الروحية والوحدة الحمية والتجارب الرؤية في تحريك الوحدة لكي تكون خلاقة ولكي تكون عهد رخاء وعهد ثقافة وعهد تطور مستمر. طبعا لأننا أردنا الوحدة أو أرادت الوحدة ليكون اليمن الواحد أفضل من يمن الشطرين. والريادة لا تأتي منحة ولا يعطيها الناس لأي فرد من الأفراد لأنه سبق إلى عمل ما، ولكن هي حصيلة مجموعة أعمال ومواقف. فريادة الأستاذ البردوني آتية من أعماله الإبداعية الكثيرة التي جعلته رائدا في مجاله وفي مواقفه. لو أحضرنا شعراء اليمن على مر العصور كما أقول أنا، سينتزع البردوني هذه الصفة بطريقة عجيبة، كما انتزعها الشابي لتونس وأحمد شوقي لمصر وجوهري للعراق بشكل ملفت للنظر. ويبدو أن هذا المناخ، أن شعراء الستينات والسبعينات في الوطن العربي أيام النضال السياسي وأيام الحركات الوطنية كان لديهم إمكانية أن يرتبطوا بمشاعر الناس وأن يدخلوا ضمن المشروع الوطني وأن ينتزعوا هذه الصفات. وفي الحقيقة أن البردوني يشكل أحد المرجعيات الشعرية الكبيرة يمنيا وعربيا، فهو شاعر استثنائي بكل المقاييس. يعني إذا تكلمنا عن الحداثة برؤاها وبتقنياتها وأساليبها نجد أن البردوني كان سباقا في هذا الجانب. هذا ما يشد إليه مثلا جزء من اهتمامات جيلنا، تجده عند الشعراء الكلاسيكيين مثلا رائدا وسابقا في على صعيد الصور وعلى صعيد رؤياه الشعرية، فهو لذلك يشكل رافدا مهما في الشعرية بمعناها الأوسع. نحن تتلمذنا على أدونيس وعلى البردوني وعلى البياتي وعلى المقالح وعلى غيره من الشعراء، كما تتلمذنا على شعراء غربيين نقلوا إلينا عبر الترجمة، على بودلير وعلى رامبو وعلى سان جون بيرس وغيرهم من الشعراء. لذلك نجد أو نلمس في شعر البردوني كل هؤلاء، كل الشعرية العربية وكل الكشوفات المعرفية والفنية والخبرات التي جاء بها النقد الجديد تجد صداها في البردوني شعرا وكتابة وتنظيرا. كيف أروي يا صديقي؟ هل ترى أنني أزجي إلى الموتى كسادي؟ ههنا مسراك يلقي وحشتي وصدى نجواك،
يقلي في اعتقادي من هنا أشتف ماذا تنتوي أسأل القبر أن ينسيك افتقادي إنني يا ابن أبي متحد بثرى مثواك هل فرض التحادي أين أنت الآن ها أنت معي نمضغ الصوت وأقوال الروادي ونرى سرية الآتي كما تقرأ البرق نبوءات البوادي نبحث الإكليل زرب رندل نقت في كل رحيل سندبادي نقتدي شعر الشحاري تارة تارة نحسو خطابات الربادي يا ابن أرضي لم تغب عن صدرها بل تحولت جذورا لامتدادي بيتك الثاني ذراع من دمي وأنا بيتي دم الطيف القتادي عندك النوم الطفولي وأنا لزغاريد الصواريخ الشوادي لنثيث الصمت تصغي وأنا في زحام النار أصغي لاتقادي أدع الحشد أمام المعتدي وأدع الحشد أمام المعتدي ثم يعدو فوق أنقاض احتشادي وبرغم يصبح الغازي أخي بعدما أضحى أخي أعد الأعادي كيف أمحو كل هذا أدع الحشد أمام المعتدي ثم يعدو فوق أنقاض احتشادي وبرغم يصبح الغازي أخي بعدما أضحى أخي أعد الأعادي كيف أمحو كل هذا دلني لا تقل أرجوك دعني وانفرادي يا صديقي أنت أدنى من فمي فلماذا أنت أن آمن مرادي أجتدي رأيا سديدا لا تقل مثل ما مت أنا أودى سدادي أنت في البعد قريب وأنا في غياب القرب مثلي بتعادي أنت في شبرين من واد أنا خلف حد خلف حدفي هائم في غير وادي يا صديقي لبني أو نادني لم يعد لي من ألبي أو أنادي يا صديقي لبني أو نادني لم يعد لي من ألبي أو أنادي كنت تأبى الصمت بل سميته غير مجد فهل الإفصاح جادي آخر الأخبار قالت زحلة أغصنت نار التحدي في زنادي أخذت بيروت رقم القبر منصفد قالت على هذا اعتمادي قال حاوي وهو يردي نفسه يا رفاقي هذه أخرى جيادي شاعر فان تحدى قائلا أدم اليوم حروفي ومدادي قلت لي يوما كهذا قلت لي يوما كهذا إنما كنت توصيني بتثقيف اجتهادي ذلك الود الذي ذلك الود الذي أوليتني عند مثله ذلك الود الذي أوليتني مثله عندي فمن أولي ودادي موطني ينأى ويدنو غيره زمنا كان هنا حام وفادي
لن ترى الماضي ولا الآتي دنا من ترى بينهما أعطي قيادي قال لي ذاك ارتضى إخلاده قال لي هذا أرى الآن التآدي هل ترى أرتد أو أمضي إلى أين أرتد إلى أين أرتد إلى أين أمضي وإلى أين ارتدادي هل ترى أرتد أو أمضي إلى أين أمضي وإلى أين ارتدادي يا صديقي.